عمرك فكرت تتعلم اللغة الصينية؟ أهلاً ومرحباً بكم على شاشة قناة مدرستي، برنامج تعلم اللغة الصينية. حروف أول ما تشوفها تحس إنك سافرت آسيا وواقف قدام سور الصين العظيم. قدرنا إن احنا نراجع بشكل مفصل على كل المقاطع المتحركة اللي احنا خدناها. مستني الإذن بالدخول لعالم العملاق الصيني. متعودين في كل بداية حلقة إن احنا بنعمل مراجعة على الحلقة اللي قبلها. احنا هنفتح لك الباب لأسرار اللغة الصينية. على مدار البرنامج هنبتدي نتعلم مع بعض بأبسط الطرق وأسهل الطرق إزاي نقدر نتكلم باللغة الصينية. عايزاك في البداية تديني كل اهتمامك وتركيزك، وبرغم إنها تبان صعبة هتتعلمها معانا بمنتهى السهولة. كل اللي أنا طالباه منكم إن انتوا تسمعوا كتير جدا كل المقاطع اللي احنا خدناها، تسمعوا وترددوا. يلا بينا النهاردة نبدأ حلقتنا. سايتين في تعلم الصينية يوميا الساعة 6 مساء على مدرستنا 2. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.